السلام عليكم وأسعد الله مساكم. اهتزت مدينة علي منجلي في الساعة الأخيرة بولاية قسنطينة على وقع خبر صادم وفاجئ لما بعد وفاة شاب في مقتبل العمر كان ينتظر حفل زفافه، ولكن قدر الله ما شاء فعل. تابع الفيديو للأخير. توفي في الساعة الأخيرة شاب بعدما تشاجر مع صديقه بمدينة علي منجلي ولاية قسنطينة، وذلك بسبب مبلغ بسيط كان بينهما الجاني. وفي لحظة غضب قام بضرب الضحية أيمن بألة حادة وأرداه متوفيا في عين المكان. وقال مقربون أن الضحية أيمن لم يبقى على زفافه سوى أيام معدودات، ولكن قدر الله وما شاء فعل. إن لله وإنا إليه راجعون.